البداية طبعاً بس عيال النتيجة درسنا المباراة بشكل ممتاز جداً وعندي ربع ساعة لعبنا فيها بشكل مثالي وحاولنا هدف مبكر. بعد ربع ساعة بدأنا نحن بدأنا نهبط شوية، بدأنا نستسلم لطريقة لعب الترجي، بدأنا نسمع لصالح إنه يلعب كله يلعب الكرة اللي هو عايزها، كانش عندنا تركيز، عندنا تسرع بعض الشيء بين الشوطين. دخلت اتكلمت مع العيال بتاعتنا ممكن نعمل ايه ونقدر نحن ازاي نظبط بشكل افضل لان نهزة الكوره، وبالفعل اللعيبه نزلت طبقت كل اللي انا كنت عايزه منهم في الشوط الثاني، قدرنا ان احنا نحرز هدفين، قطعنا كميه اهداف كبيره جدا احنا كنا ممكن نضيع النتيجه دي، لكن ما قدرناش للاسف. في النهايه طبعا 3-0 لقينا نتيجه كبيره واحنا سعداء بيها. بداية حفلة علي، علي لعيب كبير جدا، لعيب عنده خبرات كبيرة، لعيب هادي جدا في الملعب، عنده خبرات ذكاء ملعب غير عادي، يقدر يقرأ الملعب ويقرأ المباراة بشكل ممتاز جدا. ده طبعا بسبب الخبرات، خبرات دولية، لعب مع المنتخب الدولي التونسي أو الوطني التونسي فترات طويلة، وبالتالي عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير، لا غنى عنه. خبراته الكبيرة رغم ان هو بيقدم مباريات كتير جدا بالكثافة مفيش غير عنه، ولكن هو خبراته قادر ان هو يقرا الملعب، قادر يقرا الماتشات، ان هو يقدر يأدي كل الماتشات اللي احنا بنأديها. علي لاعب لا غنى عنه، سعداء ان احنا عندنا لعيب قيمة عالية في النادي الاهلي. بس في ار سي كي بي اس لما فهمت ان ممكن بوك شبيك انا طبعا زي ما انا قلت كويس جدا في البدايه، وبعد كده ساعه ساعه كان كويس جدا، وطلب التمرين ده اصلا يقدر ان هو يخرج اهداف في الشوط الاولاني، ولو كان احرز اهداف اعتقد النتيجه ممكن يبقى شكلها مغاير تماما. لكن احنا قدرنا الشوط الثاني نزل مباراه بس معروف ان اهدى بيسيروا لي هي انا مسير المباراه بالميكروفون بس هما دارت تبريك في الثانيه اوتسايد كوريجين مش مسؤوليتي طبعا، ومش دوري ان انا اتكلم على المنافس او ان انا اتكلم على اداء المنافس او اقيم اداء المنافس. لم يحصل تاهل بعد نادي التدرجي كبير، نادي عنده لعيبه كبيره، يقدر ان هو عادي يجيب 3 اهداف. احنا شفنا ده في الشامبيونز ليج، فرق كبيره زي ريال مدريد زي ليفربول ازاي انها تقدر تخلي ارضيها تجيب اهداف. بالتاكيد احنا مش ناويين ان احنا نخش مباراه بتعالي لان ده هيبقى خطر جدا، او باستهتار او تصور ان الامور اتحسمت، الامور لم تحسن بعد، الامور تحسن بعد نهايه المباراه الثانيه. بالتاكيد هنحاول ان احنا نكون مركزين، ما نكونش بنلعب بتعالي، كل شيء وارد في الكوره، واكيد انا مش هقدم تعليمات للعيبتي او احسسهم ان احنا منقسمات سعداء بالنتيجه طبعا ان احنا نكسب خارج اراضينا بنتيجه كبيره، لكن لم تحسن الامور بعد. كان كل الناس فريق بيلعبه، اي فريق مهما كان بيحترمه بنفس القدر، وده هو مفتاح دايما النجاح. اما بالنسبه لنقاط الضعف فدي مهمه مدرب الترجي هو اللي اتكلم عنها، انا مش مجبوري ان انا اتكلم عن نقاط ضعف بس.